السلام عليكم خالتي، ان شاء الله تكونوا بخير، ان شاء الله تكونوا بعافية. معكم أميرة وراكم سوق لاشين يوتيوب ليرن ويز أميرة. شوفوا خالتي، ميم سي عندي دي زيكزامان تاع الماستر، مي كرويي موا كو ما عطانيش قلبي ما ندلكمش لا بارتي دو تاع سيتو سكولات ابخي افوار روسو لي ميساج تاعكم سور انستغرام. دونك شوفوا، انا دوك نوجد لكم لا فيديو وجدت لكم الملخص ودوك نشرح لكم به، مي راني نسالكم حاجه، راني نسالكم دعاوي خير، ادعوا لي بالتوفيق والنجاح وان شاء الله ربي يوفقكم نتوما تانيت ويسهلكم، وكما نقولوا ان شاء الله ربي يعطيكم كل خير. الوغ نبداو كيف كيف، بسم الله. دونك لو شابيتر اللي راح نديرو اليوم سي لو شابيتر سيتو سكولات، يعني الهيكل الخلوي، وديجا درت اون فيديو عليه ديجا، دايوغ دوك نخليها لكم لتحت في لابواط لو ليان تاعها اوكا اللي ما شافوهش. ولا لا فيديو الاولى حكينا على لي تيب تاع لو سيتوسكيلات وقلنا بلي كاين ثلاثه. شكون هما لي كا تعرفوهم؟ شكون هما؟ سي لي ميكرو تيبول، تري بيان، لي فيلامون انترميديير اي لي ميكرو فيلامون داكتين. حكينا على بلي هاد الهيكل الخلوي الدور الاول والاخير تاعو هو يشد لا فورم تاع لا سيلول، مي شفنا بلي عندهم ادوار ثانويه. بون نهضروا بالواحد، الميكرو تيبول مثلا قلنا وين نلقاوهم؟ لي ميكرو تيبول قلت لكم بلي سي دي تيوب، عباره عن دي تيوب السمك تاعهم 25 نانومتر، وقلنا بلي جينيرالمون يكونوا في لو سونتر دو لا سيلول، في مركز الخليه، اي او نيفو دو سونتريول، في الجسيم المركزي. راني نلخص واش درت في لا فيديو اللي فاتت، مازال ما دخلتش في لا فيديو جديده. تري بيان، لي سمك تاعهم 25 نانومتر هما الكبار كامل. الدوزيام شكون هما؟ سي لي ميكرو فيلامون داكتين وهما الصغار كامل. السمك تاعهم سي تري امبورطون دابروندغ لي ديامتر اي دو لي روتونيغ باسكو يطيحو في لي زيكزامان. السمك تاع لي ميكرو فيلامون داكتين كان من 5 الى 7 نانومتر. وبالنسبة للنوع الثالث هما لي فيلامون انترميديير، السمك تاعهم سيتي من 8 الى 10 نانومتر. المقر تاعهم لي ميكرو فيلامون داكتين النوع الثاني قلنا سي ان ريزو سو مومبرانير، معناها يكون دائما تحت لا مومبران بلازميك. ولي فيلامون انترميديير النوع الثالث قلنا نلقاوهم او نيفو دو يالو بلازم، يعني في الهيوله. تري بيان، دوكا فوتي افون دونتامي لا بارتي 2، كاينه اون بارتي لازم نكملها من لا بارتي 1 اللي هي la localisation des microtubules. Parce que la vidéo l'oula, d'être à les microtubules, les rôles de le rôle des transports, kinésine, dénéine, etc. Les chefs de la vidéo, là, on m'a la balle. Hein? Bon, donc, on a la localisation de la oui, on a les microtubules. Les gars, je dois les de l'information très, très bien faire. Les microtubules, on a la localisation l'oula, c'est au niveau du centriole. سنتريول هو الجسيم المركزي هاملي اللي كيكونوا زوج متعامدين يشكلوا حرف تي، كيكونوا زوج نسميوهم سنتروزوم، وكيكون واحد برك نسميوه سنتريول. ندير مقطع لو سنتريول هذايا نلقى فيه دي ميكروتيبول. دونك اول مقر اللي تلقاو فيه دوكا نتوما مثلا راهي بارك بروشينمون تولو دي شيرشور، ان شاء الله يا ربي كي اليوم ونفتخروا بكم كل الفخر. دونك شوفوا معايا، مثلا تولو دي شيرشور يقولوا لكم هاكو اون سيلول واجبدوا منها لي ميكرو تيبول. منين تروحوا تحوسوا باش تلقاو لي ميكرو تيبول؟ في لي سونتريول خاوتي، في الجسيمات المركزيه. دونك كي نديروا مقطع في الجسيم المركزي نلقى فيه دي ميكرو تيبول، مي ما نحبسوش هنا. يقولوا لكم خاوتي في ليكزاما ديسيني ولا فات لو شيما دون كوب ترانسفيرسال دان سونتريول، معناها ديروا لنا الرسم تاع كي ديروا مقطع عرضي في لو سونتريول. هما واش راهم يقصدوا انديريكتومون؟ ديروا لنا رسم على كيفاش تلقاو لي ميكرو تيبول كي ديروا مقطع في لو سونتريول. بزاف منكم دوكا راهم شوكيين وبانيكا وكيفاش نعرفوا وحنا جامي درنا مقطع؟ نو، هاد لا بارتي كاين في لو كور خاوتي، الشيما تحفظوه ولو شيما دوك نوريه لكم. الوغ لو شيما وين راهو خاوتي؟ هاوليك، هذا هو لو شيما. قولوا لهم بلي كي نديرو اون كوب، شوفوا هاو ميكرو تيبول ونديرو فيه مقطع، نلقاو لي ميكرو تيبول بهاد الشكل. راكو تشوفوا هاد الثلاثيات، هادو 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 هادو، اتوندي جو في يوتيليزي لا تورش، فوالا هاد الثلاثيات هادو ما شنو سي دي ميكرو تيبول.
شحال من ثلاثية يا خوتي؟ واحد، زوج، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة. كاين 9 ثلاثيات تاع لي ميكرو تيبل. دونك يقولوا لكم كومون سورغانيز ولا كومون سو تروف لي ميكرو تيبل او نيفو دان سونتريول، كي نديرو مقطع في سونتريول. تقولوا لهم سي نيف تريبلي بيريفيريك. نيف معناها 9، تريبلي ثلاثيات، بيريفيريك معناها يكونوا في الحافة، معناها يكونوا في لا بيريفيري هنايا، اوكي، ماشي في المركز. لا بيريفيري هي عكس المركز، الحدود شغل. اوكي، ترسموا لهم هاد الشيما، راح تلقاوه كاع عندكم في لي ديابو، جو سوي سيغ، باسكو دايما يمدوهم لكم في لي بي دي اف وفي لي كو. نسميهم لكم مثلا واش نلقاو ثلاثيات هادو، واش نسميوهم خاوتي؟ سهله، نرسم ثلاثيات، ما عنديش رسم واعر. ثلاثيات واش نسميوهم؟ الاولين دايما نسميوهم ميكرو تيبول ا، الدوزيام ميكرو تيبول بي، هنايا ميكرو تيبول سي. نعاود، ميكرو تيبول ا، ميكرو تيبول بي، ميكرو تيبول سي، ميكرو تيبول ا، ميكرو تيبول بي، ميكرو تيبول سي. علاش راني نوريكم؟ باش كي ترسموا تعرفوا واش تكتبوا في لي ليجون، البيانات يعني. صح، عندكم هذا المركز ترسموه، ثاني ترسموا دويرة مركزية، هذا نسميوه لاكس تيبولار. واش نسميوه خاوتي؟ لاكس تيبولار. وكل ثلاثية نربطها مع المركز بخط. شوفوا، واحد، زوج، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة. يعني راح يكونوا عندي 9 هاد الخطوط. هاد الخطوط نسميوهم دي لام غايونوت، دي لام غايونوت. وعندنا المسافة بين ثلاثية وثلاثية، يعني هاد الخط، هذا وهذا وهذا وهذا، نسميوهم دي بون دو نيكسين. راهم كاتبينهم هنايا دي بون دو نيكسين. شوفوا معايا ليغا، نلخص لكم. اول لوكاليزاسيون تاع لي ميكرو تيبول في لا سيلول شكون هو؟ سي لو سونتريول. وكي ندير اون كوب ترانسفيرسال، كي ندير مقطع عرضي، ترانسفيرسال معناها عرضي، لونجيتودينال معناها طولي. هادو عفايس تاع لا باس خاوتي، كتبوهم معايا. انا ماذا بيا تكونوا تري تري بيان فورمي على هذه، دايما نعطي لكم هادوما لي نوسيون باش تشدوهم عندكم، باسكو تسحقوهم كاع المسيره تاعكم الدراسيه. دونك ترانسفيرسال معناها عرضي، لونجيتودينال معناها طولي. حنايا كي نديرو مقطع عرضي في لو سونتريول، هاي اللي كيفاش نلقاو لي ميكرو تيبول؟ نلقاوهم سو فورم دو نيف تريبلي بيريفيريك دو ميكرو تيبول. كل تريبلي مكون من ميكرو تيبول ا و بي و سي. شاك تريبلي اي ليي او دوزي او او دوزيام تريبلي، يعني شاك تريبلي يربط بالتريبلي اللي موراه بواسطة خيط ولا خط نسميوه بون دو نيكسين. وعندنا لاكس تيبولار، و لي تريبلي سون ليي اوسي ا لاكس تيبولار بار دي لام غايونونت، سميناهم دي لام غايونونت. تري بيان. المقر الثاني خوتي اللي نلقاو فيه لي ميكرو تيبول، صح حوسنا على مثلا لو سونتريول وما لقيناش، مين نقدروا نزيدو نحوسو باش نلقاو لي ميكرو تيبول؟ عندكم خوتي منطقه واسمها لو كوربوسكول بازال ولا لو سينيتوزون. نكتب لكم كيفاش تكتب سينيتوزون. بون راني بلا سوري. سيني كروزوم، هنا سي تان او سينيتوزوم خاوتي. وشنو هو؟ هو مركز خروج الشعر. شغل شتو كيما كاين خلايا فيهم لي سيل، فيهم شعيرات خارجين منهم نورمال من لا مومبران بلازميك تاعهم، دي سيل شعيرات. مركز ولا جذر الشعرة، يعني هذه المنطقة نسميوه سينيتوزوم، وهو المنطقة الثانية اللي نلقى فيها لي ميكروتيبول مور لو سونتريول. اوكي خوتي، هي الجذر تاع الشعر. يقدروا تاني تيقولوا لكم فات ان شيما دون كوب ترانسفيرسال دان سينيتوزون، يقول لكم ديروا لنا رسم تاع مقطع عرضي في هذاك الجذر، في هذاك لو سينيتوزون. هما بيان سور راهم يعنيوا لكم باش توروا لهم كيفاش لقيتوا لي ميكروتيبول. نفس الشيما هذا خوتي، لحسن الحظ هذه عفسه بزاف هايله، تسمى تحفظوا هاد الشيما. واحد،
مي تقدروا تستعملوه كي يقولوا لكم على لو سونتريول، وتقدروا تستعملوه الى قالوا لكم على لو سينيتوزون، ولا نسميه تاني لو كوربوسكول بازال. علاش راني نمد لكم الاسمين تاعو؟ باش اوكا في ليكزام مدوا لكم كوربوسكول بازال تعرفوا بلي هو نفسه سينيتوزون، اوكا قالوا لكم سينيتوزون تعرفوا بلي هو نفسه كوربوسكول بازال اللي هو جذور الشعر. دونك لو كان يقولوا لكم ديروا لو سيما تاع سينيتوزون ولا كوربوسكول بازال، يعني نفس الشيء، ولا تاع السونتريول اللي كنت نحكي عليه مقبل، ترسموا لهم هاد الشيء. اول موقعين نلقى فيهم لي ميكرو تيبول شكون هما خاوتي؟ الوغ عاودوهم معايا الله يرضى عليكم. عندكم لي سونتريول اي لو كوربوسكول بازال، بقاو موقعين. الوغ الموقعين اللي قعدوا خاوتي سي او نيفو دي سيل اي فلاجيل. يعني لو كان ندير مقطع فلاجل تاع خليه نلقى فيه لي ميكرو ديبل. الفلاجل هو الصوت، كيما كاين خلايا عندهم الصوت يعني لو فلاجل باش يديبلاساو به كيما البكتيريا. ولي سيل هما الاهداب. كي ندير مقطع تاني او نيفو دي سيل نلقى دي ميكرو ديبل. دوكا اللي كانوا يتبعوا معايا مليح ومركزين على بالي بلي راح يقولوا بلي السيل هي الشعره، تسمى نلقاه او نيفو تاع السيل ونلقاه او نيفو دو جذورها اللي هي لو كوربوسكول بازال. تري بيان. بصح خاوتي يقدروا يقولوا لكم فات ان شيما دون كوب ترانسفيرسال دون سيل ولا دان فلاجيل. كيف كيف ديروا مقطع، ديروا رسم تاع كي ندير مقطع في سيل اي فلاجيل كيفاش نلقى لي ميكرو تيبول. هنا ثاني لحسن الحظ عندكم شيما واحد تحفظوه ليهم في زوج، يعني يستعمل ليهم في زوج. شوفوا كيفاش نلقاه، هذا هو لو شيما خاوتي. احسبوا معايا هنايا. بون، اول حاجه تلوماركيوها بلي ما كاش ثلاثيات، كاين ثنائيات. واحسبوا معايا شحال كاين من ثنائيه، واحد زوج ثلاثه اربعه خمسه سته سبعه ثمانيه تسعه، تسمى 9 ثنائيات في لا بيريفيري وثنائيه مركزيه. كيفاش نلقى لي ميكرو تيبول او نيفو دان سيل ولا دان فلاجيل؟ تو سامبلومون خاوتي، نف دوبلي دوبلي ماشي تريبلي، نف دوبلي بيريفيريك اي ان دوبلي سنترال. نفس الشيء خاوتي، دايما ان دوبلي الاول نسميوه ميكرو تيبول ا والدوزيام ميكرو تيبول بي، يربط بيناتهم بين دوبلي ودوبلي ان بون دو نيكسين. عندكم برك خاوتي عفايس شويه يعني مختلفين هنايا في هذا الشيما، انه مثلا كاين اون مومبران. شوفوا الرسم تاع لا مومبران بلازميك من الفوق هنا سي تري امبورطون، باغ كونتر في الشيما الاول ما كاش مومبران. عندكم تاني تخاوتي هادوما الرجلين اللي يربطوا شاك دوبلي بالمركز، سميناهم مقبل لي لام غايونونت، هنايا نسميوهم دي فيبغ، فيبغ اسمها ليف، فيبغ غايونونت. وحاجه الاخرى وسهله تانيت، انه كل ميكرو تيبول ا يخرجوا منها شغل زوج رجلين، نسميوهم دي بغا دو دينيين. يعني كل ميكرو تيبول ا لازم ترسموا منها زوج رجلين خارجين وسميوهم دي بغا دو دينيين. دونك 4 مواقع نلقى فيهم لي ميكرو تيبول، عندكم سونتريول والكوربسكول بازال يعني السينيتوزوم وهما نفس الشكل، وعندكم سيل اي فلاجيل وهما ثاني عندهم نفس الشكل. الاولين يعني سونتريول والكوربسكول بازال نقولوا بلي لقينا نف تريبلي بيريفيريك دو ميكرو تيبول، بينما سيل اي فلاجيل نقولوا بلي لقينا نف دوبلي بيريفيريك اي ان دوبلي سونترال. فوالا. دوكا خاوتي نروحو لنوع اخر تاع لي ميكرو تيبول، وراح تكون اخر بارتي في الدرس على لي ميكرو تيبول. لي ميكرو تيبول خاوتي كاين منهم نوعين وقلتهم لكم جو بونس المره اللي فاتت. ميكرو تيبول ستابل يعني دائما نلقاهم كيما اللي نلقاهم في السونتريول ولا في السيل ولا في فلاجيل ولا اللي نلقاهم في السينيتوزوم يعني الكوربسكول بازال، هذوك نسميوهم دي ميكرو تيبول ستابل او بيرمانون. وش معناها؟ معناها كل ما نحوس عليهم نلقاهم في اي وقت في اي زمان في اي مرحله من حياه الخليه، سواء كانت في الانقسام قبل الانقسام مرحله بينيه اي مرحله كانت فيها، لو كان ندير مقطع في السونتريول في السيل في الفلاجيل نلقى لي ميكرو تيبول حتى في الكوربسكول بازال. بينما خاوتي كاين نوع اخر من لي ميكرو تيبول نسميوهم دي ميكرو تيبول لابيل. لابيل خاوتي معناها غير متاحه، نون بيرمانون، ما نلقاهاش. وقتاش نلقاها؟ سولمون بوندون لا ميتوز، يعني غير كي تكون الخليه دير في الانقسام الخيطي المتساوي اللي هو لا ميتوز. وزالي مزيغ اميره
كيفو قلتي لنا وقلتي لنا ان شاء الله بلوتار نولو دي شيرشور ان شاء الله يا ربي، وحبينا نديرو تجربه ونلقاو هادوما لي ميكرو تيبول لابيل. وقتاش نلقاوهم؟ بون، اول حاجه لازم تعسوا الخليه وتعسوها كي تكون حتدخل مرحله الانقسام، تسمى تلقاوهم غير في لاميتوز وما تلقاوهمش في الانترفاز وهي مرحله ما قبل الانقسام. صح. وتاني حاجه خوتي انكم لازم توفروا للخليه درجه حراره ملائمه باش تلقاوهم، ولازم درجه الحراره تكون سوبيريور ا 4 دوغري، اكثر من 4 درجه. ولازم لكم باش تفيكسيوهم يعني باش تحكموهم وتثبتوهم وتبداو تقراو عليهم، لازم لكم ان فيكساتور سبيسيال، مثبت خاص واسمه لو فيكساتور الديديك. هذه الخصائص تاعهم. ونقول لكم بلي هادوما لي ميكرو تيبول لابيل هما نفسهم خيوط المغزل. وزالي مدير تسمى لو فيسو ميثوتيك، نسميوه فيسو ميثوتيك ولا لو فيسو اكروماتيك ولا يعني المغزل بالعربية، هو الخيوط تاعو هما دي ميكرو تيبول. نعم وي، وكاين 3 تيب دو ميكرو تيبول لابيل اللي يكونوا المغزل. شوفوا معايا درت لكم رسم متواضع. بون، عندكم الخيوط اللي يكونوا في الحافتين يعني في القطبين، هادو وهادو نسميوهم دي ميكرو تيبول استرو. استرو عندكم لي ميكرو تيبول اللي يكون ولا الخيوط اللي يكونوا شادين للكروموزومات، هما النوع الثاني تاع لي ميكرو تيبول، ونسميوهم دي ميكرو تيبول كينيتو كوريا. وعندكم النوع الثالث اللي هما الخيوط اللي يكونوا في الوسط بصح فارغين ماشي شادين لي كروموزوم، نسميوهم دي ميكرو تيبول بولير. دونك هذا سي ان شيما كي مي اون ايفيدونس لي ديفيرون تيب دو ميكرو تيبول لابيل دو فيسو اكروماتيك. جيسبر كو سي كلير خاوتي، و جيسبر كو فهمتو هاد لا بارتي. دونك هادو ما نلقاوهم غير في الانقسام ونسميوهم دي ميكرو تيبول لابيل. بون، لي ميكرو تيبول هادو ما لابيل خاوتي يتاثروا ببعض ببعض انواع السموم. يعني دي فوا نقدر نستعمل مواد كيميائية سامة في للخلية ونأثر بهم على هاد لي ميكرو تيبول. يعني كاين مواد تقراوها هنا وزالي مدير أميرة، حنا هاد لي ديتاي واش راح نديرو بهم؟ راح نقول لكم دوكا خاوتي الله يبارك، وزات دي زونيفرسيتي راكو تقراو في لافاك وهاد لي ديتاي تسحقوهم باش، وزعما الا درتو دي زوبجيكتيف بلو تار تكملو دراسات تزيدو تكملو دراسات اكثر، هادو ما تكونو تعرفوهم. دونك كاين دي دروغ ولا دي توكسين مواد سامة يأثروا على لي ميكرو تيبول هادوما. دونك شوفوا معايا عندكم نوعين من لي توكسين يعني هادوما السموم، وحده واسمها كولشيسين او مواد كيميائية، يعني وحده واسمها كولشيسين وحده واسمها فامبلاستين. هادوما خاوتي لو كان نحطهم للخلية ما يخلوش لي ميكرو تيبول يتكونوا، يعني امباش لا بوليميريزاسيون دي ميكرو تيبول. تسمى الى الخليه حقنت لها هاد المادتين ما يتشكلش اصلا الميكرو تيبول داخلها. كاين ماده واحده اخرى واسمها تاكسول، اكس هنايا تاكسول. التاكسول هذه الامباش ولا البلوك لا دي بوليميريزاسيون، يعني ما تخليهمش يتفككوا، تسمى شغل تفيكسيهم تثبتهم. هنا سي فان ديتاي خاوتي مي سي كومام essentiel à le connaître. Des fois, ils les examens, ils parlent comme à donner les types de toxines liées à trouver les microtubules. Après, مرحلة خاوتي, les fonctions des microtubules. Bon, les microtubules عندهم دور في le maintien de la forme de la cellule, يشدوا la forme de la cellule. عندهم دور في la division cellulaire, يعني le déplacement des chromosomes. شكون هما اللي عندهم دور في le déplacement des chromosomes مثلا؟ C'est les microtubules labiles, اللي شفناهم دوكا. سما يأثروا في لا ديفيزيون سيلولير. عندهم دور لي ميكروتيبول في لو ترونسبور دي فيزيكول اي لو ديبلاسمون دي زورغانيت بفضل لا كينيزين اي لا دينيين، شفناهم في لا فيديو اللي فاتت. وعندهم دور تاني خاوتي في لانترفونسيون دون لو فلو اكسونال في نقل الرساله العصبيه. وزالي ندير كيفاش؟ راح نقول لكم شتو الاعصاب. الاعصاب لو كان نديرو مقطع فيها نلقاو فيها دي ميكروتيبول. دونك الألياف العصبية حتى هي يعني مكونة من لي ميكروتيبول، وبالتالي نقولوا بلي لي ميكروتيبول عندهم دور في لو فلو اكسونال في نقل الرسالة العصبية. الحمد لله كملنا مع لي ميكروتيبول اي اون فا اونتامي دوكا لي ميكروفيلامون داكتيل. تبعوا معايا خوتي.
اول حاجه نهضروا على كيفاش يتكونوا لي ميكروفيلامون داكتيل. لي ميكروفيلامون داكتيل نقولوا بلي يتشكلوا بار لا بوليميريزاسيون دو لاكتين جي اون اكتين اف. شوفوا يكونوا هادوما لي ميكروفيلامون داكتيل اللي قلت لكم في لا فيديو اللي فاتت، ان ريزو سو مومبرانير يكونوا دايما تحت لا مومبران، وتاني شغل يشبهوا للسبحه اللي نسبحوا بها. دونك بما انه جاتنا يعني فرصة للتسبيح، قولوا معايا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. تخي بيان، ألوغ نكملوا خاوتي. دونك قلت لكم يشبهوا للسبحة، كيفاش يتكونوا؟ يتكونوا تو سامبلومون، يكونوا عندي حبات نسميوهم أكتين جي، كل حبة نسميها أكتين جي، يلصقوا في بعضهم يشكلوا شغل سلسلة، شغل أن كولي. وكي شكلوا هاد السلسلة تسمى شكلوا لي ميكروفيلامون داكتيل، هذا ما كان. مي كي تولي سلسلة ما نوليش نسميوهم أكتين جي كيما كانوا كل وحدة وحدها، نولي نسميوهم أكتين أف. شكون يساعدهم باش يتكونوا باش يتركبوا؟ طاقة أ تي بي والمغنيسيوم. دونك سي لا بوليميريزاسيون، هي التركيب تاع لاكتين جي يتحول الى اكتين اف بفضل المغنيسيوم اي لا تي بي. وحتى هما عندهم دو زيكستريميتي، معناها عندهم قطب موجب وقطب سالب. نبهت لكم في لا فيديو اللي فاتت واش معناها القطبين وما هو الدور تاعهم. القطب السالب هو اللي يكون قريب لو سونتر دو لا سيلول، لمركز الخليه، والقطب الموجب هو اللي يكون قريب لا مومبران بلازم. لي ميكروفيلامون داكتين سي دي بوليمير انستابل، مركبات كيميائيه غير ثابته متحركه، السمك تاعها جينيرالمون من 5 ا 7 نانومتر. نهضروا دوكا على البروتينات اللي تقدر تكون مرتبطه بلي ميكروفيلامون داكتين. كاين 3 بروتينات خاوتي، عندنا لا بروفيلين، هي بروتين تشد لا فورم ولا ال مانتيان لا بوليميريزاسيون دي ميكروفيلامون داكتين. يعني لي ميكروفيلامون داكتين هذوك العقاشات، هذاك لاكتين جي الى اللي تحول الى اكتين اف، كيفاش ما يروحوش كل وحده في جهه؟ بفضل بروتيين واسمها لا بروفيلين. وعندنا بروتيين واحد اخرى واسمها كالدوسمول، الامبيش لا ديبوليميريزاسيون، حتى هذه ما تخليهمش يتفككوا، تشد لهم لا فور. وعندنا زوج دي بروتيين واحد اخرين يزيدوا يشدوا لهم لا فورم تاعهم تري بيان، نسميوهم دي بروتيين دو ستابيليزاسيون، يعني يستابيليزيو هادوما لي ميكروفيلامون داكتين، يخلوهم ستابل، يخلوهم مستقرين اكثر، اللي هي لا تروبوميوزين اي لا تروبولين. اتوندي دوك نوري لكم ان شيء. شوفوا معايا خوتي، مثلا هذا شكل تاع ميكروفيلامون داكتين، علاش قلت لكم يشبهوا للسبحه؟ شوفوا كيفاش جايين، شغل عقاش، شغل سلسله. شوفوا كاين دو بروتيين، مثلا هاد الفيغ وهاد البلو، راهم يشدوا لا فورم لا تروبوني لا تروبوميوزين، دونك هادو هما لي بروتيين ستابيليزاتور. تري بيان، الو نكملوا خاوتي. دوكا حبيت نفهمكم واحد النقطة مهمة، عطوني دقيقة. فوالا، انه لي ميكروفيلامون داكتين خاوتي نلقاوهم في اشكال مختلفه. شوفوا معايا ان شيما اون كولور. شوفوا معايا خاوتي، هادو ما سي دي ميكروفيلامون داكتين اللي راهم اون بلو. لي ميكروفيلامون داكتين يقدروا يتوضعوا في اشكال مختلفه، يقدروا يتوضعوا بهذا الشكل، هذا نسميوهم ان فيسو لارج. هنايا يقدروا يتوضعوا بهذا الشكل، شغل قراب زوج قراب لبعضهم، نسميوهم ان فيسو سيري. ويقدروا يتوضعوا بهذا الشكل، نسميوهم اون ريزو. شوفوا معايا، نعطيكم الرسم تاعي المتواضع هذا، هنا سي اون فيسو سيري، هنا سي اون فيسو لارج لي ميكروفيلامون داكتين، وهنا اون ريزو. هنا اون كيسيون تاعكم في ليكزامان يقدروا يقول لكم كومون سورغانيز لي ميكروفيلامون داكتين، كيفاش لي ميكروفيلامون داكتين هادوما يورغانيزيو رواحهم. قولوا لهم خوتي ببساطه، سوا اون فيسو سيري، سوا اون فيسو لارج، سوا اون ريزو. بصح خوتي بيناتنا، كيفاش يقدروا يشدوا هاد لي فا؟ لوجيكمون بفضل البروتينات. الا حبوا يكونوا اون فيسو سيري بفضل البروتينات، الا حبوا يكونوا اون فيسو لارج بفضل البروتينات، الا حبوا يكونوا اون ريزو بفضل البروتينات. شوفوا معايا، باش يكونوا اون فيسو سيري لازم لهم يا اما بروتين واسمه لافامبرين،
يا اما بروتين واسمه لافيلين، يعني الا حبوا هاد لافور لازم يوفروا هاد البروتينات، يا اما لافامبرين يا اما لافيلين. الا حبوا يكونوا اون فيسو لارج لازم لهم بروتين واسمه الفا اكتينين، والا حبوا يكونوا اون ريزو بهذا الشكل لازم لهم بروتين واسمه لافيلانين. حبيت نقول لكم خاوتي نفرحكم، سبحان الله عندكم الزهر، ان شاء الله ربي يفرحكم. كنت دوكا ندور في الانترنت لقيت لو تابلو اللي مال فيطيح في ليكزامان، اي سي تي، سبحان الله لو ميم تابلو. شوفوا معايا هاد لو تابلو يغنيكم على كاع هاد لي شيمو. هاد لو تابلو مال فيطيح لو ميم خاوتي، يخلو غير الاشكال ويمحيو كاع الاسماوات. يقولوا لكم مثلا هذا وشنو، هادو سي دي ميكرو فيلامون داكتين اورغانيزي اون فيسو لارج. واش تكتبوا هنا ما هي البروتين اللي توفر لهم الفيسو لارج ولا تخليهم اون فيسو لارج؟ سي الالفا اكتيني. وهاي ليك الفيسو لارج هاو كيفاش جاي، لا بروتين هاي ليك الفا اكتينين، وجينيرالمون تتثبت في القطب الموجب تاعهم. يا اخي قلنا عندهم قطب موجب قطب سالب، هي جينيرالمون تتثبت في القطب الموجب. هنايا سي دي ميكرو فيلامون داكتين اون فيسو سيري بفضل بروتينين ولا واحد منهم، يعني لا فامبرين ولا لافيلين. وباش يكونوا اون ريزو لازم لهم بروتين واسمو لافيلين. هذه سي لورغانيزاسيون دي ميكرو فيلامون داكتين. جيسبر كو سي كلير خاوتي جوسكا بريزون، ديروا كابتور على هاد لو تابلو وحفظوا. لو كان نهضروا على لي رول دوكا على تاع لي ميكرو فيلامون داكتين، نقولوا خاوتي لو بروميي رول، يعني كتبته الدوزيام مي نورمالمون شدوه دايما اوتون كو سي لو بروميي، هما سي ان سيتوسكيلت. دونك ما هو الدور تاعهم؟ لو مانتيان دو لا فورم دي سي. الدور الدوزيام تاعهم خاوتي سي لو ديبلاسمون اي موفمون دي فيزيكول اي دي زورغانيت. بيزارمون هاد لي ميكرو فيلامون داكتين يقدروا يلعبوا الدور تاع لو تابي كيما لي ميكرو تيبول. بصح لي ميكرو تيبول عندهم بروتينات خاصة، لا دينيين اي لا كينيزين. هادوما لي ميكرو فيلامون داكتين عندهم بروتين خاص واسمو لا ميوزين اون، ميوزين اون. هاد الرجلين هادو سي لا ميوزين، هاد الدويرة سي الحويصلة اللي راهي ينقلو فيها، وهذا يا سي لي ميكرو فيلامون داكتين. لو كان تركزوا معايا خوتي شوفوا لا ميوزين هادي واش من اتجاه راهي رايحة فيه، من الاتجاه السالب الى الاتجاه الموجب. لا ميوزين اون هادي ماشي كيما لا كينيزين الى دينين، كاين زوج، لا كينيزين دير ليكزوسيتوز الاطراح الخلوي ولا دينين دير لوندوسيتوز الادخال الخلوي. لا كينيزين هادي كاينه غير وحده ديجا، باردون، وانا نقول لا ميوزين رانا في الميكرو فيلامون داكتين، كاين بروتين واحد برك اللي ينقل على مستوى ولا اللي يمشي على لي ميكرو فيلامون داكتين ويلعب الدور تاع النقل واسمو لا ميوزين اون. يعني ماشي كيما لي ميكرو تيبول عندهم لا كينيزين الى دينيين، ميكرو فيلامون داكتين عندهم بروتين واحد هاد الرجلين واسمهم لا ميوزين اون، ويمشوا باستخدام الاي تي بي وينقلوا في اتجاه واحد، يعني يديروا فقط ليكزوسيتوز الاخراج الخلوي من القطب الموجب، يعني من لو سونتر دو لا سيلول يخرجوا لا مومبران بلازميك يعني الى القطب الموجب. فوالا. دونك لو دوزيام رول سي لو ديبلاسمون دي زورغانيت اي لي فيزيكول. الدور الثالث خاوتي لي ميكرو فيلامون داكتين عندهم دور في لا كونتراكسيون موسكولير، التقلص العضلي. شتو العضلات تاعنا كي يتقلصوا ويتمددوا؟ هادشي يكون بفضل لي ميكرو فيلامون داكتين وبفضل بروتين خاص ثانيت واسمو ميوزين. بصح شوفو دو، علاش اكدت لكم هنا بلي اللي يدير لو ديبلاسمون اسمها ميوزين اون؟ باسكو كاينه ميوزين دو، مي الميوزين 2 هادي الدور تاعها سي لا كونتراكسيون موسكولير. دونك لو تخوازيام رول دي ميكروفيلامون داكتين سي لا كونتراكسيون موسكولير، التقلص العضلي وبفضل بروتين واسمو لا ميوزين 2. اخر دور خاوتي سي لا فورماسيون دي جونكسيون سيلولير. اللي حضروا وشافوا لا فيديو تاع الاولى تاع اللي درتها يعني تاع لا مومغان بلازميك، حكيت على لي جونكسيون سيلولار، الروابط اللي تربط الخلايا في بعضها باش يتشكل نسيج، وكانوا ربعه نعاود نراجعهم لكم. لا زونولا اوكلودانس، لا زونولا اديرانس، لا ماكولا اديرانس ولا نسميوها ديسموزوم، اي لا ديرنيير سيتي تو سامبلومون لي جونكسيون دو غاب. لا زونولا اديرانس الرابطه الدوزيام كنا نرماركيو بلي يخرجوا منها شعيرات، وقلت لكم سابقا انه هذوك الشعيرات هما نوع من انواع لو سيتوسكيلات نسميوهم لي ميكروفيلامون داكتين.
Donc, le quatrième rôle, c'est la formation des jonctions cellulaires qui m'a la zone la occludense. Donc, nous rire comme un schéma. Attendez, je me... يعني باش ما تلفلكمش شوفوا معايا خاوتي. مثلا هادوما الروابط، هذه الاولى زونولا اوكلودانس، هذه اللي تحتها سي لا زونولا اديرانس. زونولا اديرانس يخرجوا منها غامليك، هادوما وشنو خاوتي؟ سي الميكروفيلامون داكتين. دونك هادوما اللي راهم بالصفرة ديجا مكتبين اكتين اف. دونك لي ميكروفيلامون داكتين يدخلوا في تركيب الروابط اللي تربط الخلايا في بعضهم، وخصيصا لا دوزيام جونكسيون، الرابطه الدوزيام اللي سميناها زونولا اديرانس. الاولى اوكلودانس، دوزيام اديرانس، تروازيام ماكولا اديرانس، والكاتريام نسميوهم لي جونكسيون دو غا. La dernière partie du cours, خاوتي, les filaments intermédiaires, نشوفوهم rapidement. Donc, جيت لكم ملخص خفيف ظريف باسكو ما عندناش هضره كبيره على les filaments intermédiaires. Donc, les filaments intermédiaires, اول حاجه سي دي بوليمير ستابل. يعني كنت نقول لكم les microfilaments d'actine ou les microtubules, سي دي بوليمير انستابل، يتحركوا. هادوما سي دي بوليمير ستابل. هاد العفسه مهم. تاني حاجه، السمك تاعهم من 8 الى 10 نانومتر، وهما عبارة عن بروتينات خوتي. هادو مشغول سي دي بروتيين، ماشي كيما لي ميكروفيلامون داكين، وماشي كيما لي ميكروتيبول. هادو بروتينات وهما خمس أنواع. دوك نقول لكم الاسم وين نلقاوهم. لي فوتو تاعهم ما كاش خوتي، ما تلحوسو في جوجل ما تلقاوهمش. دونك حفظوا برك الأسماء تاعهم والمواقع. أول تيب تاع لي فيلامون انترميديير نسميوهم بون، حكيت عليهم تاني في لا فيديو الاولى، وقلت لكم يشبهوا لي باي، يعني هذوك لي باي اللي نشربوا بهم الجو، كي شغل هما مجموعه تاع لي باي الشكل تاعهم. على هذه نسميوهم دي فيلامون انترميديير، ماشي واحد شغل بزاف، دي فيلامون انترميديير. اتوندي دوك نحوس لكم ان شيما، شوفوا معايا خوتي هاد الشيما. هادوما سي لي ميكرو فيلامون داكتين اللي يشبهوا للسبحه. هذا سي لو تيوب، يعني لي ميكرو تيبول، وهام ليك لي ميكرو فيلامون باردون، هام ليك لي فيلامون انترميديير. دونك هادو ميكرو فيلامون داكتيل، هادو ميكرو تيبول، وهادو ما سي لي فيلامون انترميديير. شوفوا شغل بزاف، على هادي نسميوهم فيلامون. كاين منهم خمسة خاوتي، الاولى واسمها لا لامين، ولا واسمها لا لامينا دونسا، بالك سمعتوا بها ديجا في لو شابيتر نوايو انترفازيك. لا لامين من نلقاوها؟ نلقاوها في لونفلوب نوكليير، في الغلاف النووي، تجي جوست مور لا مومبران نوكليير اكستر. باسكو الغلاف النووي واش فيه؟ علاه سميناه غلاف؟ علاه سميناه اونفلوب؟ باسكو سي دو مومبران، غشاءين. دونك عندنا الاولى واسمها لا مومبران نوكليير اكستر، من بعد موراها كاين لا مومبران نوكليير انتر، جوست مور لا مومبران نوكليير انتر نلقى لا لامينا دونسا، ولا لا لامين اللي هو لو بروميي تيب تاع لي فيلامون انترميديير. لو دوزيام تيب اسمه سيتوكيراتين، ونلقاه في لي سيلول ايبيتيليال، هما نوع من انواع الخلايا اللي شكلوا الجلد، واسمهم لي سيلول ايبيتيليال، ونلقى فيهم السيتوكيراتين، وهي النوع الثاني تاع لي فيلامون انترميديير. النوع الثالث اسمه لا ديسمين، ديسمين، ونلقاه في الخلايا العضليه في سيلول موسكولار. النوع الرابع اسمه لا فيمونتين، ونلقاه في لي سيلول كارتيلاجينوس في الخلايا الغضروفيه. والخامس والاخير واسمهم بروتيين دو نوروفيلامون، ونلقاهم في لي نورون يعني في الاعصاب. دونك شفوا معايا خمسه لي تيب دي فيلامون انترميديير. لا لامين نلقاوها في لونفلوب نوكليير، سيتوكيراتين نلقاها في الجلد، نوع من انواع الخلايا اللي تشكل الجلد واسمهم لي سيلول ايبيتيليال، لا ديسمين نلقاها في الخلايا العضلية، لا فيمونتين نلقاها في لي سيلول كارتيلاجينوز، اي لي بروتيين دو نوروفيلامون ساهلين نوروفيلامون نلقاهم في لي نورون في الاعصاب. هكذا نكون لحقنا لا فان تاع لا فيديو، جيسبر كو عجبتكم لا فيديو خوتي، جي سيي نكون خفيفه ظريفه عليكم ان شاء الله يا ربي. جاتون افيك امباسيونس دو ليغ لي ميساج تاعكم، لي كومونتير تاعكم. وتاني خوتي اللي ما راهمش يتبعوني في الانستغرام، ابونيوني في الانستغرام، دايما نبارطاجي لكم سورتو في لي ستوري كيفاش تراجعوا، طرق للمراجعه، ويعني اي سؤال يكون عندكم ولا دايما نحاول نجاوب عليه. دونك لي ما راهمش مابونيني في الانستغرام، دوك نوري لكم الانستغرام تاعي.
فوالا خاوتي، الانستغرام تاعي واسمو ليرن تيري با ويف اميرا، دونك تلقاوني توجور اكتيف فيه. هكايا اللي حاب يتابعني راح نشرف كل واحد فيكم. ما تنسونيش من صالح الدعاء تاعكم ليا الوالديه والاختي ربي يرحمها، والسلام عليكم بالتوفيق. اني نستنى من عندكم البشرى وعلامات بزاف ملاح. ربي يوفقكم والسلام عليكم.